هذا وأكد الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء أن هذه زيارة الميمونة لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله لتركمانستان الشقيقة سوف تعود بالنفع الكبير على مملكة البحرين من جميع النواحي الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية. وذكر الدكتور ميرزا أنه أثناء مشاركته في افتتاح معرض تركمانستان للمنتجات الوطنية كان المشاركون في المعرض حريصين على عقد الصفقات الثنائية مع القطاع التجاري البحريني. كما شارك الوزير في ندوة لرجال الأعمال قدم فيها عرضا مرئيا عن مشاريع وإنجازات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في مملكة البحرين، واستعرض التجربة البحرينية في هذا المجال وفرص الاستثمار المتاحة للشركات العالمية في هذه القطاعات. هذا وتم عقد اجتماع ثنائي للوزير ميرزا مع نائب رئيس الوزراء التركماني للكهرباء والطاقة حول تعزيز العلاقات والتعاون بين الطرفين. كما اجتمع الوزير أيضا مع نائب رئيس الوزراء لشؤون المياه والزراعة للتباحث في التعاون واستراتيجيات استدامة المياه والمحافظة عليها كمورد طبيعي أساسي.